عيد المعداوي محمد غنيم صاحب ومدير شركة البيرق للسياحة بالشارقة. فرصة طيبة لي أن أتقدم بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة حكاما وحكومة وشعبا بعيد الاتحاد الوطني 49. وأدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلد الطيب رخاء وازدهارا واستقرارا، كما وأدعو الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية على الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وولي عهده الشيخ محمد بن زايد وعلى كل حكام وشيوخ الإمارات. كما أتوجه بالدعاء للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن يغفر له الله ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى، فهو صاحب هذه المناسبة الطيبة وصاحب أياد بيضاء امتدت إلى مشارق الأرض ومغاربها، عربية كانت أو غير عربية، إسلامية أو غير إسلامية. وإن تسمح لي أن أذكر رجلين تأثرت بهم كثيرا في هذا البلد الطيب. الشيخ محمد بن راشد هو القائد وهو الملهم لكل من يريد أن يرتقي ويتفوق ويتقدم الصفوف، وهو من علمنا أن الرقم واحد دائما هو الهدف، وهو من قال أن هذا البلد لا يوجد فيه مستحيل. كما وأذكر بالخير دائما الأب الروحي لكل من يعيش بإمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هذا الرجل العظيم والذي لا تكفيه الكلمات شكرا وإجلالا، فهو جعل من إمارة الشارقة إمارة مشرقة باسمة وزرع فينا عشقا لها لا ينتهي أبدا. وهو رجل، وأنا كمصري أقول أن هذا الرجل المحب لمصر والمصريين، وهذا الحب لا يخفى على أحد ونشعر به نحن المصريون دائما، فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن كل المصريين كل الشكر والامتنان لسيادته. كل عام وأنتم بخير جميعا، كل عام ودولة الإمارات العربية حكاما وحكومة وشعبا ومقيمين، كل عام ونحن جميعا بخير بهذه المناسبة الطيبة، وأدعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير وبمزيد من الازدهار والتقدم لهذا البلد، فهو يستحق ذلك وأكثر من ذلك بكثير. كل عام وأنتم بخير.